دكتوركم، لاحظنا الفترة الأخيرة إن هالبنات ما عادش تبي تلبس الكمامة، ما نعرفش مين اللي قال لهم إن خطر الكورونا تم. لا يا بابا، لا يا ماما، خطر الكورونا مازال قائم ومازال يترصدكم، البسوا الكمامة، عيونكم بس تكفيرة. إحنا ما عرفناش كيف نفهموهم، فجبنا عليوة وأنستيا يقوموا بالمهمة هذه على طريقة الكاميرا الخفية. عليوة في واحد توا جاي ورافع معاه بورزة سودة، اطلع له بسرعة، مش لابس كمامة، بسرعة. علاوة في زوز بنويت توا ختموا جنبي جايينك في الاتجاه المعاكس، مش لابسين كمامات، حول. مش هذاك هذاك لبس كمامة، ما دخلنيش فيك، تصرف. هاي شنو هو اللي تقول له هيك بصبعه فوق؟ شنو تشهد ولا شنو؟ هو عليا هو عليه، واحد رفع بضاعة مش لابس كمامة، حول. طالعة قصة ومش لابسة كمامة، مشيلها. خيركم خيركم، غير وسع بالك يا راجل، كنت معانا في الكاميرا الخفية، اشبه. أنستيا جايينك زوز، امرأة وراجل، مش لابسين كمامات. بالله عليكم، من هنا ترق المال. لا يا ماما، التعقيم بروحها ما يكفيش. اهلا 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 ومرحبتين، شفاها عليوة. تم الفيديو. وين الكمامة؟ البسوا الكمامة.
شفيك اللي تضم بالبس كمامي. في ثلاثة في محطة الباص مش لابسين كمامات. خيرك عليه واش ندير؟ البنت لابسة كمامة. عليوة شو تدير؟ حتى انتي انستيا في اثنين في نفس المحطة من غير كمامة.